بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الكتاب اللي هنبدأ فيه النهارده ده مع بعض إن شاء الله اسمه All in One. الكتاب ده عبارة عن كتاب مشترك بين 3 كتب محترمة جدا. الكتاب الأولاني هو كتاب إيوان تريجر، والكتاب الثاني هو كتاب توبرز، والثالث هو اسمه ماي ريفرنس. ال3 كتب دول يعني معنى كده حضرتك بتحل في امتحان اشترك في إعداده على الأقل 15 مدرس، يعني حاجه كده محترمه كانك بتاخد عصاره ذهن 15 مدرس. وانا برضو اكيد مش هريح نفسي يعني، وهطلع لك كل الافتكاسات اللي في الجمل واحللها لك بما يرضي الله. تعال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده في اول امتحان، وعايزين نتفق على مبدا هنحل امتحان من الامتحانات العام الشامله اللي زي ده، يعني ده امتحان شامل على المنهج كامل، وفي امتحانات تانية في اول الكتاب على كل وحدتين مع بعض. الامتحان ده يا شباب في صفحه 61 في الكتاب عشان ما تدورش كتير، والكتاب اصلا على بعضه كده تقريبا 128 صفحه، يعني حضرتك كده هتحل 30 امتحان وهنطلع كل الافكار اللي فيهم بالتفصيل الممل الممل. طيب تعالى بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، يا ريتك تكون حليت قبل ما نبدا، وتعالى نشوف. اول سؤال بيقول لي ذا هير دراير، مجفف الشعر يعني، كومز ويز سبيشال اتاتشمنت، بيجي معاه مجموعه من الاتاتشمنت اللي هم ملحقات يعني، which enables you to dry your hair gently، بيمكنك من انك انت تعمل شعرك برفق كده وبشكل ظريف. السينونيم بتاع كلمة اتاتشمنت، بداية قبل ما احل كده، اتاتشمنت دي معناها مرفق. لما انت تشتري اي جهاز في البيت والجهاز يكون معاه قطع وكذا وش وكذا معرفش ايه، دول احنا بنسميهم بالعربي كده ملحقات او مرفقات او اكسسوارات يعني. وكلمة اتاتشمنت دي معناها علاقة زي ما اتفقنا قبل كده، علاقة عاطفية. الراجل اللي كان الكلب اللي عنده مات، فاقول لك ان كان في اتاتشمنت بينه وبين الكلب. طيب الحاجة اللي غير كده والاهم من ده كله، ان في كلمة اسمها اتاتشد تو، معناها متصل بيه، وفي كلمة اسمها اتاتشد ويز، يعني له علاقة بيه. طيب اول سؤال كده عايزك تطلع السينونيم بتاع كلمه اتاتشمنت، يا ترى معناها كونكشن اتصال ولا اكسسوري؟ اكيد هي اكسسوري بمعنى اكسسوار او ملحق، او معناها كماليات. لما نقول كار اكسسوريز يعني كماليات السيارات، كولكشن مجموعه، و ديس كونكشن اللي هو فصل الشبكات يعني او الانفصال. ذا كومباني اللي هي الشركه، وما تنساش ان كلمه كومباني يعني شركه، وكومباني يعني رفيق. الفرق بينهم ان كلمه كومباني كشركه جمعها كومبانيز، لكن كلمه كومباني كرفيق او صديق ملهاش جمع. طب انا عايز اجمعها، خلاص هتروح كلمه كامبانيون يعني رفيق، وجمعها كامبانيونز يعني رفقاء. طيب حاجه تانية، كلمه هاير دي ليها معنيين، ممكن نستخدمها بمعنى يتاجر شيء يعني، او يؤجر شيء، يتاجر سياره او يؤجر سياره، وممكن نستخدمها بمعنى يوظف. طيب لما احنا في الجمله دي بيقول لك ذا كامباني هايرد بسمه، ما ينفعش اقول لك ان الشركه استاجرت بسمه، هنا كده امبلويد بسمه، فكلمه هايرد معناها امبلويد هنا. because she was knowledgeable، knowledgeable دي معناها واسع المعرفه، وorganized ومنظمه، and conscientious، conscientious ده معناها متقن، عنده مسؤوليه كده وبيشتغل بضمير وبما يرضي الله. الانتونيم يعني عكس كلمه conscientious، تعال نشوف careful حريص، لا الconscientious ده حريص، responsible مسؤول برضه لا، irresponsible يعني متهور او غير مسؤول اه، والorganized يعني جيد التنظيم او منظم لا. انتبه ان اللي في النص دي اسمها هايفن زي ما اتفقنا، الشرطه اللي في النص دي غير الثانيه اللي كده اللي اسمها سلاش. Did you go to the party؟ هو انت رحت الحفلة؟ فقال لك no I، لا انا لم ادعى. Didn't invite يعني لم ادعو، ما عزمتش حد. I didn't invite my brother، انا ما عزمتش اخويا. Hadn't invited ده معناها برضو لم يدعو معلوم، لكن wasn't invited يعني لم اعزم لم ادعى، عشان كده احنا خدنا wasn't invited. رحت الحفلة؟ قال لك لا ما رحتش لاني لم اكن مدعوا. طيب neither of us spoke، ما فيش حد فينا اتكلم. We ايه بقى يا ترى؟ We neither spoke ولا both remained silent ولا either spoke ولا also didn't speak؟ بص انت لما تقول لي neither of us spoke يعني ما فيش حد فينا اتكلم، ده معناها we both remained silent، او كان ممكن نقول we both didn't speak. we both didn't speak يعني احنا الاثنين لم نتحدث. طيب بعد كده كان ممكن اقول لك we neither spoke nor مثلا phoned، لا اتكلمنا معاهم ولا اتصلنا بيهم. They were on a mercy A، mercy اللي هي معناها رحمة ورأفة. طيب احنا كنا في ايه؟ في mercy A to take food to refugees. refugees دول يا شباب اللي هم الناس اللي سابوا بلادهم ومشوا منها، اللي اسمهم ايه يا ربي؟ عندي مشكلة في تذكر الفاظ العربي يا جدعان. اللي هم اللاجئين. refugees اللي هم اللاجئين، الناس اللي بيمشوا من مكان، زي مثلا لما نقول Syrian refugees اللي هم اللاجئين السوريين. when they were attacked عندما هجم عليه. في مصطلح عايزك تعرفه، بس قبل ما اقول المصطلح تعالى نترجم، لان احنا بنراجع فمحتاجين كل الكلام المهم. اول حاجه كده كلمه لونش يعني يطلق صاروخ ويطلق طياره في الفضاء، اي حاجه في الفضاء اسمها لونش، ومعناها برضو يطلق حمله. لما اقول لك لونش ا كامبين يعني يطلق حمله. طيب اللي بعد كده كلمه مانشن، ده اللي هو بيت الصيف او النزل يعني اللي احنا بنقعد فيه. ميشن دي معناها بعثه او مهمه، وستيشن محطه. في مصطلح احفظه اسمه ميرسي ميشن، يعني ايه ميرسي ميشن؟ معناها مهمه انسانيه. فبقول لك هم في مهمه انسانيه لتوصيل الطعام للاجئين في بلد معينه.
زينب بين قوسين يبقى تعرف ان ده اسم قصه على طول. قصه زينب ديت محمد حسن هيكل 3 مانس تو رايت، اخذت منه 3 شهور عشان يكتبها، ياخذ يعني تيك خلاص. طب انا عايز استخدم كلمه سبنت، فهتقولي محمد حسن هيكل سبنت 3 مانس رايتنج، قضى 3 شهور في الكتابه. طيب براكتيكالي عمليا، هاوس منزل ناو هاز ات ليست تو تلفزيون. عايزك تحل معايا من المنطلق ان احنا بنراجع وما تزهقش مني. هاز دي مفرد صح؟ طيب بدايه قول ما تنفعش، لان قول بعدها هاوس مفرد، فالمفروض كنا قلنا قول ذا هاوسز. لو انت قلت لي قول ذا هاوسز كانت نفعت، بس بشرط انك كنت تقول لي هاف. قول ذا هاوسز هاف، يعني كل المنازل فيها على الاقل 2 تلفزيون. طيب هول، هول دي لازم نقول ذا هول ونجيب بعدها اسم. اقول لك ذا هول هاوس، البيت كله، ذا هول ستوري، القصه كلها. اذا الاجابه هنا يا شباب هي ايفري. طب معنى الجمله عمليا كل بيت فيه تلفزيون او 2 تلفزيون. يبقى انا كده قدامي حلين ينفعوا، ان اقول لك براكتيكالي ايفري هاوس هاز، او براكتيكالي اول ذا هاوسز هاف. طيب بعد كده رقم 8، ذا ترند، الترند اللي هو يعني الترند يعني اللي هو الموضه اليومين دول، اوف ويرنج باجي تراوزرز، الموضه بتاعت ارتداء الملابس البنطلون الواسع الحلو اللطيف ده. certainly not a new a، ليست ايه جديده. لاحظ ان في هنا ايه، وانا عايز تبقى تخربوش وانت بتحل ما تتلخبطش، خليك ركز كده مع نفسك. كلمه فينومينال دي ما يفكر فيها اطلاقا، لان دي معناها جمع بمعنى ظواهر، حلو؟ فما ينفعش نستخدم ايه مع المفرد مع الجمع اطلاقا. الحاجه الثانيه كلمه الكرايتيريا والكرايتيريون، دول اصلا الاثنين معناهم معيار او مقياس، وهما الاثنين بنفس المعنى. طب فينومينا ظاهره، والمعنى بقى اللي على بعضها اللي بقول لك البناطيل الواسعه دي هي الظاهره اليومين دول. طيب بعد كده، وعلى فكره ممكن كنا نعمل الجمله بشكل تاني مختلف عن كده، اقول لك ذا ترند اوف ويرنج باجي تراوزرز از نوت ا نيو فينومينا، دي نقطه، دي جمله. الجمله الثانيه ان اقول لك ذا ويرنج باجي تراوزرز از ان فاشن، يعني ايه ان فاشن اليومين دول؟ معناها هو الموضه السائده اليومين دول، يبقى ان فاشن معناها الموضه السائده. 9، يو نوت يو تراي تو رايت يور نيم اند ادريس ويز يور ليفت هاند، هو عايز يقول لك هو انت عمرك فكرت تكتب اسمك وعنوانك بايدك الشمال؟ طيب كلمه هل سبق لك دي يعني ايه؟ يعني هاف يو ايفر، فانا هقول لك هنا هاف، هقول لك هاف يو ايفر ترايد، يبقى الاجابه نمبر دي. بدايه انا هستبعد كلمه دو وكلمه ديد اطلاقا من غير ما افكر. طب ليه؟ عشان المفروض ان انا اقول لك ديد يو تراي المصدر يعني، ودو يو تراي، لان دو داز بعدهم، دو داز وديد بعدهم المصدر. فتفكيرك على هاف وهاد، فباقي اتنين قدامك ينفعوا. المنطق انك بتقولي هل سبق لك، ده مضارع تام مباشره، ولما تحب ترد على السؤال ده هتقولي اي have never، يعني لم يسبق لي من قبل. طب 10، some people a long distances while others work close to home، close to دي معناها قريب من، close the window اقفل الشباك. المهم فانت بتقول لي، ولما نقول close call يعني على وشك الحدوث. طيب هنا بتقول لي بقى some people بعض الناس ايه مسافات طويله، تعال نشوف communicate يتواصل، commute يعني يتنقل او يسافر، complain يشكو، وcomplete يكمل. اكيد الناس بيتنقلوا مسافات طويله بالرغم ان البعض الاخر بيشتغل جنب البيت. 11، I all of Elvis the movies by the time I was 20. قبل ما احل الجمله دي عايزك تعرف اللعبه اللي في الموضوع. انت عارف لما تكون في الجمله، لما يكون في الجمله تقول لي when، نكتبها هنا في الحته الفاضيه دي، لما تقول لي when I was، الجمله الثانيه لازم يكون زمانها ماضي بسيط مباشره. طيب لما تقول لي بقى في الجمله by the time I was، مع دي محتاجين ماضي تام، حلو؟ طب انا في الجمله اللي قدامي بيقول لي اي نوت مش عارف كده باي ذا تايم اي ووز 20، يعني قبل ما اوصل 20 سنه انا شفت، يعني شفت الاول وبعدين وصلت، يبقى انا عايز ماضي تام، يبقى هات سين. ركز اقول لك تاني، لو هنا مكتوب باي ذا تايم اي ووز 20 ناخد ماضي تام. طب لو قال لك وين اي ووز 20 ناخد ماضي بسيط. هي ليفت اول هيز سيفنجز، السيفنجز يا شباب معناها مدخرات، وفي كلمه شكلها بنفس الطريقه كده اسمها رايتنجز، رايتنجز دي معناها كتابات، رايت يكتب، رايتنجز دي معناها كتابات، لكن سيفنجز مدخرات. بيقول لك هي ليفت اول هيز سيفنجز، يعني هو ساب كل مدخراته تو هيز سن، لابنه، في الايه يا ترى؟ هاند يعني يد، ولا ويل يعني وصيه، اكيد في وصيته. ماني النقود، وفان مروحه. وخد بالك ان فان دي كنون معناها مروحه ومعناها معجبين، وكفر بمعنى يهوي على. فان يور سيلف يوزنج ذيس بيس اوف بيبر، هوي على نفسك بالورقه اللي قدامك دي. طب 13، هي از نوت باد تمبرد. قبل ما احل عايزك تعرف ان الشرطه اللي في النص دي اسمها هايفن. بيقول لك هي از نوت باد تمبرد، باد دي صفه وتمبرد اسم، خلاص يبقى انا ما ينفعش افكر في سو، لان سو عايزه صفه بس وبعد الصفه نجيب ذات. طب ساتش عايزه بعدها ايه وان، وبعدين صفه وبعد صفه نجيب اسم. طب تو صفه
تو، وما ينفعش لو الجمله فيها ذات ما ينفعش افكر في تو. طب ساتش او ان صفه وذات، يعني انا قدامي هنا في الجمله صفه اللي هي باد وتمبر الاسم، يبقى انت محتاج ساتش ان. education is future a for the state and its young people. التعليم ده هو ايه للمستقبل بالنسبه للدوله وشبابها. اكيد investment يعني investment يعني استثمار، وش يتمنى وامنيه، desire يعني يرغب ورغبه، achievement يعني انجاز او تحقيق. What a pity. وبعدها جاب لك العلامه دي اللي انت اكيد عارف اسمها exclamation mark. He is bleeding. يا للحسره انه ينزف دما. يبقى هو اكيد، بص انت بتقول ايه؟ اكيد بيعمل ولا اكيد عمل؟ اكيد عمل، يبقى ده ماضي. حلو. طب اكيد المثبته دي معناها must، يبقى must have had اللي هي رقم بي. طب لما تقول لي he is now in his bed، يعني هو دلوقتي نايم في السرير، يبقى اكيد ما عملش حادثه ولا حاجه، يبقى can't have had. 16 ذا نويز، الضوضاء هير ا هيديك يسترداي، الضوضاء سببت لها صداعا بالامس. فانا ممكن اقول لك جيف هير ا هيديك اللي هي دي، ممكن اقول ميد هير فيل ا هيديك، ميد هير فيل ا هيديك او ميد هير هاف ا هيديك. طيب وكان ممكن نقول شي جوت، شي جوت ا هيديك، يعني هي اصيبت بصداع فروم ذا نويز يسترداي، من الضوضاء امبارح. يبقى انت كده اخترت لي جيف، جيف هير هيديك او كوزد هير هيديك، يعني سبب لها صداعا. 17 if I had written work، ركز بقى في الجمله دي كويس. الفاعل هنا I وبعدين had دي الفاعل. written work دي يا شباب معناها عمل كتابي، لو انا عندي واجب كتابه يعني حاجه انسخها، يبقى دي حاله كام؟ حاله تانيه. طب ليه؟ لان if بعدها had لوحديها واللي بعدها ده اسمه صفه، فما فيش فعل تاني بعد had. لو كان قال لك had وبعدها past participle كنا خدنا ماي تايم على طول مع would have past participle، لكن هنا had حاله تانيه، والحاجه التانيه بستخدم معاها would والمصدر، يبقى I would do مباشره من غير ما تفكر. انتبه للجمله اللي زي دي اختها بالظبط لما كان يقول لك مثلا if I had a broken arm، في هنا او if I had a broken arm، ده لو معناها لو انني عندي ذراع مكسور، فهنا had وبعدين broken arm دي على بعضها كده اسم وصفه يعني اسم. فالناحيه الثانيه هتقول لي I would see a doctor، كنت هشوف الطبيب. خد بالك انت خدت would see بالرغم ان في هنا had وbroken اللي هي التصريف التالت من كلمه break، لكنها هنا صفه. انتبه للكلام ده كويس عشان الكلام ده مهم. 18 she handles the situation with great A and maturity. maturity دي معناها النضج، ومنها اصلا الكلمه اللي هي اسمها ميتشر. واتفقنا قبل كده ان كلمه ميتشر دي معناها شخص ناضج، وممكن نستخدمها بمعنى فاكهه او ثمره ناضجه. يعني لما تقول مثلا ميتشر ابل يعني تفاحه ناضجه، تفاحه مستويه يعني. لكن منى از ميتشر انف تو دو سمثينج، يعني هي ناضجه بالقدر الكافي انها تعمل حاجات معينه. هي بقى تعاملت هاندل، تعاملت مع الموقف ب ايه كبيره ونضج. تعال نشوف انفلونس دي كفيرب بمعنى يؤثر وكناون بمعنى تاثير. absence دي noun بمعنى الغياب. intelligence دي معناها كثير جدا، منها معناها ذكاء او فطنه، ومعناها مخابرات، ومعناها معلومات استخباراتيه. attendance اللي هو الحضور، ومنها كلمه attend يعني يحضر. انا عارف نتكلم بسرعه شويه عشان وقتك غالي، فانا عايز اوفر عليك وقتك. يبقى هي تعاملت مع الموقف بايه؟ عظيمه ونضج، اكيد بذكاء عظيم ونضج، يبقى intelligence. لكن خد بالك كان ممكن نقول she was in intelligent، intelligent اللي بالتي enough، يعني كانت ذكيه بالقدر الكافي انها تتعامل. هي admitted ذات هي ايه؟ اعترف انه متاخرا الليله الماضيه، اكيد وصل. يعني الجمله دي كانت بين اقواس اصلا، كانت بين اقواس اي arrived، كانت بين اقواس كده اي arrived late yesterday. yesterday خليناها او last night، طبعا last night خليناها the night before، ف arrived نخليها مره تانيه تبقى had arrived اللي هي نمبر دي. a person is known for from their ايه؟ الشخص يعرف بايه؟ فولز اللي هو الوقود. طيب فولوز يتبع، فولو يتبع، فوز اللي هم اعداء زي انيميز كده بالظبط، فيلو اللي هو الرفيق، وانت عارف ان يعرف الشخص برفيقه يبقى فيلوز. طيب وعلى فكره ممكن نقول باي هيز فيلوز او باي فيلو فريندز، بس لو هتستخدم فريندز تشيل الاس. هي سافرز فروم هاي فيفر، دي حمى كده من انواع الامراض اسمها حمى القش يعني. اند هي ايه تيك سبيشال تابلتس، هو بيعاني من حمى وهو يجب ان ياخذ دواء. طبعا يجب دي مثبته، فمصر انت ما تفكرش فيها وندي ما تفكرش فيها، احنا عايزين معنى مثبت يا عم. طيب ماست ولا هاز تو؟ انت بتقول لي هو بيعاني من حمى، فهو يجب ان ياخذ دواء، ده الزام خارجي وغصب عنه يعمله، يبقى هاز تو. everyone likes working for مستر حجازي، كل واحد كل الناس بتحب تشتغل فور يعني تحت ايد مستر حجازي، وبيقولوا ان هو فيري كايند. يبقى ما دام فور يبقى امبلوير، امال امتى ناخد امبلوي لو قال لك ويز؟ انا شغال في مدرسه مع المستر علي،
انا والمستر علي بنروح كل يوم المدرسه مع بعض، يبقى احنا الاثنين كده احسنا امبلويز، عمال. يعني اقول لك بقى اي ورك ويز مستر علي، بشتغل مع المستر علي، احنا اثنين اصدقاء. اي ويل ريمبر وات هي سيد ماي داينج داي، انا ساتذكر ما قاله يوم ما وفاتي، بعد وفاتي لحضرتك، بعد وفاتك مش هتفتكر حاجه خالص. وين ماي داينج داي، وين ما بيجيش بعدها اسم لازم فعل مضاف اي ان جي او جمله سليمه. before my dying day برضه لا، المعنى بالعربي انت عايز تقول لي انا ساتذكر ما قاله حتى يوم وفاتي، لحد يوم ما اموت هفضل فاكر كلامه. happiness will never come to those who fail to a what they already have، السعادة لن تطرق أبواب أولئك الذين يفشلون أن إيه ما يمتلكون. depreciate دي معناها يقلل من قيمة، يقلل من أو ينقص من قيمة. appreciate يقدر، ودي الإجابة وهترجم لك. appreciatively the adverb يعني ظرف، وبمعنى بتقدير. طيب associate دي خدنا عليها حوار طويل لما كنا بنحل الامتحان الأولاني في المعاصر تقريبا. associate دي لها معاني، من معانيها زميل دراسة وهي كده اسم معدود. associate معناها يتعامل أو يتعامل مع، ومعناها يصاحب أو يصادق. I dislike to associate علي، لما أحبش أصاحب علي. واسوسيشن طبعا منظمه. الجمله بقى السعاده سوف لا تاتي اولئك الذين يفشلون في تقدير ما يمتلكون، ما بيقدرش اللي في ايده فربنا بينتزعه. 25 لويس اولويز اي ذات ذير از رويال بلاد ان هيز فاميلي، لويس كان دايما ايه ان هو عنده دم ملكي في عيلته، يعني في حد في عيلته كان في يوم من الايام ملك. كلمه اول واحده كلمه مينتين دي معناها يخبر او يقول او 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 او, أو يعرض، يعني كان دايما بيقول ان هو عنده دم ملكي. فطبعا الاجابه هنا منتين، وعايزك تعرف برضو ان كلمه منتين دي من معانيها يرى ان، يعني هي في الجمله هنا لو حبينا نترجم ترجمه منطقيه هتبقى لويس دائما يرى انه عنده في العيله دم ملكي. كلمه منتين برضو معناها يحافظ على، خد بالك عشان الموضوع ده بيلخبط. تل يخبر، طبعا محتاجين بعدها مفعول، يخبر مين يا ترى؟ لو قال لك هنا مثلا اس كنا هنقول لويس اولويز تيلز اس كذا، طبعا اس يسال وانكوير يتساءل او يسال. ذا ليتل ايه on the tree اللي على الشجره shook its feathers oh and flew away، هز ريشه كده وبدا يطير. هو مين يا ترى؟ الارنب ما يطلعش على الشجره، الدك البطه ما بتطيرش فوق كده، اكيد الروبن، طائر الروبن على الشجره هز شعره كده وبدا يجري. I wish Adam criticize me all the time it makes me feel useless، اتمنى ان ادم بقى يبطل ينتقدني لان كده خنقني وانا بحس ان انا ماليش لازمه. طيب انت بتقول بقى I wish Adam ايه criticize me، ان هو ينتقدك ولا لا ينتقدك؟ لا لا ينتقدني، نفي، فانا ما افكرش في كلمه would ولا could لانهم مثبتين. couldn't يعني لا يستطيع، طب wouldn't يعني يتوقف عن، يعني يبطل، يعني ما يرضاش. فالمنطق انك بتقول اي وش ادم، بتمنى ان ادم wouldn't criticize me، يبطل ينتقدني، لا ينتقدني. طب انت عارف لو قلنا couldn't هيبقى معناها اتمنى ان ادم لا يستطيع ان ينتقدني، طبعا مش منطق. for advice about specific matters، لو انت عايز معلومات يا عم، نصائح على موضوع معين، القراء are advised to، القراء يطلب منهم او ينصحون بانهم يعملوا ايه في المحامي بتاعهم. تعال نشوف. insult يعني يشتم او يسب. طيب conduct دي معناها يوصل الحراره مثلا، ومعناها يجري بحثا. لما اقول لك conduct a survey يعني يجري دراسه او بحث. interrupt يعني يقاطع. طيب الاخيره خالص consult يعني يستشير، الناس بينصحهم ان هم يستشيروا اللويرز المحامين. we are going to have not down، احنا سوف نجعل الايه داون. طبعا هو جاب لك في اختيارات نوكت ذات وول، هو عايزك تجعل، بص تجعل الحائط يزال، ده مجهول ولا معلوم؟ لا مجهول، يبقى انت هتجيب هاف والمفعول والباست بارتيسيبل. فين المفعول؟ يبقى ذات وول وبعدين نوكينج، لا ذات وول وبعدين نوكت رقم سي، رقم دي اللي صح. ايه الفكره؟ انت بتقول لي هاف نجعل ذات وول هذا الحائط نوكت داون، يعني يهدم او يقع على الارض. طيب the cost of the damage caused by a recent storms has been at over 5000 او 5 مليون دولار، تكلفه الدمار اللي حصل بسبب العاصفه الاخيره ايه؟ بحوالي 5 مليون. counted يعني عدى، او حسب calculated يعني حسب، tasted يعني تذوق، وبورد معناها صب. واحنا بنستخدم كلمه بور دي لما نقول بور ووتر. طيب has been calculated بقى مش حسبها، ده حسب مجهول، احنا حسبنا التكاليف، حسبنا التلفيات، حسبنا المصاريف، عشان كده calculated. القطعة بقى نقرأها سريعا كده وبعدين نروح على الإجابات أو الأسئلة. in many countries في كثير من الدول اليومين دول in many countries
في كثير من الدول اليوم هذه الايام a difficult question is being asked. في سؤال صعب بيسأل. Do we have the right to use animals in laboratory experiments? هل لنا الحق بان نستخدم المعامل الحيوانات في تجارب المعامل؟ Using animals in medical research has many benefits. بصراحة استخدام الحيوانات في البحث العلمي له الكثير من الفوائد. Animal research has enabled researchers to develop treatment. فالبحث عن على الحيوانات، اجراء التجارب على الحيوانات يعني مكننا من ان احنا نعمل تطور وعلاجات متطوره for many diseases لامراض كثيره such as على سبيل المثال heart disease مرض القلب. It wouldn't have been possible to develop vaccines. ما كانش من الممكن ابدا ان احنا نطور العلاجات for diseases like smallpox لان الامراض اللي زي مرض السمول بوكس اللي هو اللي بهرش ده اسمه جدري، لمرض الجدري. Without animal research لولا ان احنا عملنا الابحاث على الحيوانات ما كانش ينفع نعمل علاجات لمرض زي مرض الجدري. Every drug فكل drug طبعا دي معناها مخدرات ومعناها علاجات، فاكيد هنا مقصود بها medicine علاج يعني. فكل علاج anyone takes اي شخص بياخده اليومين دول was tried first on animals تم تجربته اولا على الحيوانات which is more important لانه ده مهم جدا. اسمع بقى الجمله المحترمه دي، بقول لك the life of a rat or that of a 3-year-old child. قول لي انت كده يا عم بالعقلانيه كده، حياه ثلاث اطفال، حياه طفل سوري عنده ثلاث سنين اهم ولا حياه الفقر؟ medical animals had medical research is also an excellent way of using unwanted animals. بقول لك ان البحث العلمي ده واجراء التجارب على الحيوانات دي فكره كويسه نستخدم فيها الحيوانات اللي احنا مش محتاجينها. Last year السنة اللي فاتت على سبيل المثال over 12 million حوالي 12 مليون حيوان had to be killed كان لازم نقتلهم because nobody wanted them لان مفيش حد عايزهم، زي حيوانات أليفة مثلا الناس مش محتاجاها فعايزين نموتها. أسوأ طبعا. The fact is that الحقيقة هي أن human benefit can't be used as reason for using animals. احتياجات الإنسان وإن احنا مش محتاجين حيوان معين دي عمرها ما تكون مبرر لاستخدام الحيوان في البحث العلمي. And more than it can be used as reason for experiment on other animals humans. بيقول لك احنا بنستخدم الحيوانات دي بدل ما نستخدم بشر في اجراء التجارب فبنستخدم حيوانات احسن. Animals suffer a lot during these experiments. الحيوانات بتعاني كثيرا اثناء هذه التجارب. زي اللي هي مين؟ They are forced to live in small cages. هم مين هنا بقى زي دي؟ الحيوانات تجبر انها تعيش في قفاص صغيره and they may be unable to move وما بيكونش قادر على انه يتحرك. Animals have the same rights as humans. الحيوانات دي يا عم لها نفس حقوق البشر. طبعا the same rights as humans do دي معناها كما يفعل البشر، كما ان البشر يمتلكون حقوقا فالحيوانات لها حقوق. To be able to move freely ان هو لازم يكون عنده حريه الحق انه يتحرك بحريه. And not to have pain وان هو ما يحسش بالالم or fear for it in them وان احنا لا يعني نعزي بالالم عليهم يعني ما نجبرهمش ان هم يقعوا في الم. We can use computer. طب ما احنا ممكن نستخدم كمبيوتر موديلنج يا جدعان instead of animals بدل ما نستخدم الحيوانات ونبهدلها in research laboratories to save animals life عشان ننقذ حياه الحيوانات. طبعا قرات القطعه سريعا كده بحيث ان احنا يعني ما نطولش يا جماعه، فايه ما تستعجلش الدنيا يعني. Animal research is useful as البحث على الحيوانات او البحث اللي بنجريه على الحيوانات ده مهم في ايه بقى؟ زي help develop treatments بيساعد في تطور علاجات طيب زي هندر بيعيق صناعة الأدوية إحنا ما نعرفش نصنع أدوية أصلا من غيرها. زي are no longer practical لم يعد عمليا بالعكس مفيش علاج ينفع نستخدمه غير لما نطبقه على الحيوانات. زي are forbidden محظور أنت بتقولي إن الأبحاث العلمية اللي على الحيوانات مفيدة لأنها محظورة؟ لا طبعا، يبقى الأولى فعلا هي اللي صح مفيدة لأن هي بتساعدنا في تطوير علاجات. 32 being trapped in cages لما الحيوان يكون مربوط أو محبوس في قفص الحيوانات بتكون إيه بقى؟ enjoy their time بيستمتعوا بوقتهم. بالعكس هو في القطعه ما قالكش كده، قالك الحيوانات بتعاني كثيرا من الحبسه. rejoice الوت بيستمتعوا برضو؟ لا، are free بيكونوا احرار. ازاي حر وهو محبوس؟ يبقى سفر الوت يعاني كثيرا. what other ways can be used instead of experimenting ايه الطريقه الثانيه اللي ممكن نستخدمها بدل التجارب على الحيوانات؟ كانت اخر حاجه هي كمبيوتر موديلنج زي ما قالك هنا، يبقى كمبيوتر موديلنج اللي هي رقم سي. طيب بعد كده رقم 34 some are against using animals in medical research بعض الناس ضد استخدام الحيوانات في البحث العلمي as they consider it لانه بيعتبروا التجارب ده ايه بقى؟ wasting time مضيعه للوقت. طبعا لا ما قالوش كده، هم قال لك في القطعه ان الناس بتقول ان اجراء التجارب على الحيوانات دي ليس من الرحمه للحيوانات والناس بتحبس الحيوان ما بيعرفش يتحرك بحريه. caring for their rights اهتماما بحقوقهم، انت بتموتهم يا عم وتقول لي حقوقهم. useless work عمل ملوش لازمه، لا هو ليه لازمه لان احنا بناخد الدواء بعد ما نجربه على الحيوانات.
يبقى نمبر دي فيوليتنج، يعني تعدي على حقوق الحيوانات. 35 some people support using animals، بعض الناس بتؤيد فكرة استخدام الحيوانات في البحث العلمي. Because they think that، لأن الناس معتقدة إن إيه بقى؟ The life of people is more important. ودي قالها فين؟ قالها في القطعة لما كان بيقول لك إن إحنا حياة الطفل اللي عنده 3 سنين أهم ولا حياة الفأر؟ يبقى ده رقم إيه اللي صح؟ طيب رقم 36 The idea against using animals in research is that، الفكرة ضد استخدام الحيوانات في البحث العلمي هي إن إيه؟ The life of animals is more important than the life of humans، إن الحيوانات حياتها أهم من حياة البشر، ما قالش كده خالص. People should help to increase the number of animals، الناس المفروض تعمل على زيادة عدد الحيوانات، بالعكس ما قالش كده. ده في القطعة بيقول لك إن كان في 2 مليون حيوان تقريبا كنا محتاجين نموتهم السنة اللي فاتت. Researchers have to use animals in their medical research، العلماء لازم يستخدموا الحيوانات في تجاربهم. ولا animals have the same rights، إن الحيوان ليه نفس الحقوق. يبقى دي ركز بقى معايا، فكرة الناس اللي بيقولوا إن هم ضد الحيوانات في التجارب العلمية، الناس دي مؤمنة بإيه؟ بأن الحيوان له نفس الحقوق زي البشر. 37 An appropriate title for this passage would be، العنوان المناسب للقطعة ديت هو بيحكي عن إيه؟ بيحكي عن scientific research البحث العلمي، ولا research laboratories اللي هو تجارب أو معامل البحث، animal rights حقوق الحيوانات، ولا human rights حقوق البشر حقوق الحيوانات. هو في القصة كلها عمال يقول لك إن بعض الحيوانات بتموت والناس بتموت حيوانات، وده طبعا ده مش من حق البشر، وإحنا ما ينفعش نربط احتياجات البشر بالحيوانات، فهي animal rights. الكلمة اللي تحتها خط كلمة drug كانت بتشير لمين يا ترى؟ ميديسن من اولها كده، ميديسن اللي هي رقم ايه؟ طيب ايه ايلمنت؟ ايلمنت دي معناها عله او داء، عله او داء مرض يعني، ديزيز مرض وانفكشن عدوى. ذا انتونيم اوف رايتس، كلمه رايتس معناها الحقوق عكسها الواجبات اللي هي ديوتيز. ذا اندرلاند برناون زي، كنا في القطعه قلنا كلمه زي دي بتشير للتجارب اللي بتجرى على الحيوانات، يبقى اكسبيرمنت انيمالز او انيمالز يعني، يبقى كلمه اكسبيرمنت انيمالز هي حيوانات التجارب. تمام، بعد كده الترجمه، انا عايزك في كل ترجمه كده هقول لك ايه الجمله الصح وايه الغلط والغلط ليه. ركز معايا، يقدم الادب صوره حيه لعادات وتقاليد الشعوب. من المصايب اللي انت ممكن تواجهها لو انت معاك موبايلك في الامتحان وبتروح كاسر الشاشه نصين كده وتكتب في جوجل ترانسليشن، انك لو كتبت له كلمه حيه ممكن يطلع لك لايف والايف، ويطلع لك كمان كلمه سنيك، وتبقى مصيبه. وتيجي وانت بتترجم تلاقي كل الكلمات دي في الاختيارات، فطبعا دي مصيبه ثالثه. حية دي معناها حية يعني صورة واقعية يعني، لكن سنيك دي حية لها ثعبان. تعال نشوف كده، literature produces a snake image، يبقى من أولها كده غلط عشان كلمة سنيك دي. طيب of nations، nations اسم جمع، عشان كده بعد الاسم الجمع بنعمل apostrophe. وكاستيوم، طبعا كاستيوم دي غلط برضو، المفروض تبقى custom، لأن كاستيوم دي معناها ملابس أو زي المناسبات. literature produce طبعا دي برضو غلط، ليه؟ لان literature ده اسم مفرد، فالمفروض نقول produces، يبقى دي كده من اولها بالصلاه على النبي غلط. طب اللي بعدها literature produces a good image، يعني صوره جيده، of nations جمع وبعدين apostrophe عشان انا بحسس ازاي على الجمله، customs and traditions، يبقى رقم C هي اللي صح. طب اللي بعدها غلط ليه بقى؟ literature produces a good image of customs nations، customs nations، لا ده بالعكس المفروض تبقى nations customs ويكون في apostrophe اسم الملكيه. يبقى احنا كده خدنا رقم C اللي صح. لقد فاز زويل بجائزه نوبل في الكيمياء عام 1999 نظرا لاكتشافه 2000 ثانيه. اول واحده في الترجمه بيقول لك زويل هاز وان، بالصلاه على النبي كده من اولها هنا غلط. ليه يا مستر غلط؟ يا عم لما اقول لك 1999 يبقى ده ماضي بسيط، ازاي تفكر في مضارع تام ولا ماضي تام ولا اي حد تاني غير كده؟ طب رقم بي بيقول لك زويل وان ذا نوبل برايز فور كيمستري، فاز بالجائزه في مجال الكيمياء. خد بالك الجمله بتاعتنا كانت فين؟ جائزه نوبل في الكيمياء، تمام. ان 1999 فور ديسكفرينج ذا فيمتو سكند، يبقى رقم بي دي صح. طب اللي بعدها ليه غلط؟ زويل هاد وان، لا هاد وان ده ماضي تام، يبقى بالصلاه على النبي كده غلط. احنا عندك 1999 ده دل على زمن الماضي البسيط، فلازم تعمل ماضي بسيط. طب الاخيره زويل وان ماشي كده مظبوطه، ذا نوبل برايز فور فيزيكس، لا هو فاز في مجال الكيمياء الكيمستري مش الفيزيكس. بعد كده ذا جفرمنت از تراينج تو بروفايد ذا بيبل ويز وات زي نيد، تحاول الحكومه توفير ما يحتاجه الناس او تزويد الناس بما يحتاجونه ان افري واي، بكل الطرق الممكنه. This requires the increase، وهذا يتطلب زيادة الإنتاج وتنظيم النسل. أول واحدة تحاول الحكومة توفير احتياجات الشعب بكل السبل، وهذا يستلزم زيادة الإنتاج وتنظيم الناس. لأ، تنظيم النسل لأ مش الناس. طب الحاجة الجملة الثانية، تسعى الحكومة إلى توفير احتياجات الشعب، تمام، بكل السبل، حلو قوي، وهذا يتطلب خفض إنتاج الناس. طبعا دي غلط، ده هي زيادة الإنتاج وتنظيم النسل، يبقى دي غلط. طب تسعى الحكومة إلى توفير احتياجات الشعب بكل السبل، وهذا يستلزم زيادة الإنتاج وتنظيم النسل، يبقى رقم 3 دي اللي صح. دي كده رقم جيم دي صح، كده صح.
الاخيره بقى غلط ليه برضو؟ تسعى الحكومه الى ان تمد الناس بما يحتاجون. ما هو يمد الناس بما يحتاجون هي توفير احتياجات الناس بكل السبل او بكل الوسائل، وهذا يلزم الانتاج، وهذا يزيد الانتاج وينظم الناس. لا، ده هو يستلزم زياده الانتاج مش يزيد الانتاج. يبقى رقم جيم هي الصح والباقي كله غلط. شامبليون از ا فرنش هيستوريان. هيستوريان دي يا ولاد يعني مؤرخ، اند لينجويست اللي هو عالم لغوي. هو فاوندد مودرن ايجيبتولوجي، اللي الذي وضع علم المصريات الحديث. اند بلايد ا ميجر رول، ولعب دورا هاما ان ذا ديسيفرمنت اوف ايجيبشن هيروغليفكس، يعني في تفسير او فك رموز الكتابه الهيروغليفيه المصريه. تعال نشوف اول واحده. طبعا شوف شامبليون مؤرخ وعالم لغوي، طبعا مؤرخ اللي هي هيستوريان، وعالم لغوي اللي هو لينجويست. اسس علم المصريات الحديث وقام بدور رئيسي في فك رموز الكتابه الهيروغليفيه المصريه. يبقى رقم ايه صح؟ طب ليه بقى غلط؟ هو شخصيه تاريخيه، مش شخصيه تاريخيه حضرتك، ده هو مؤرخ. شخصيه تاريخيه دي غلط. هو قال لك هنا هيستوريان يعني مؤرخ، وعالم لغوي فرنسي اسس علم المصريات الحديث وترجم رموز الحضاره المصريه، كله صح. بس حته الحضاره المصريه دي هو ترجم رموز الكتابه المصريه مش الحضاره المصريه، يبقى انت عندك خطأين في الجمله. شامبليون هو مؤرخ وعالم لغوي فرنسي اسس علم المصريات الحديث وقام بدور هامشي. لا حضرتك، ده هو ما لعبش دور هامشي، ده قال لك ايميجر رول يعني دور رئيسي. شامبليون هو مؤرخ وعالم كيمياء فرنسي اسس علم المصريات الحديث وقام بدور رئيسي في فك رموز الكتابه الهيروغليفيه المصريه. طب الاخيره دي فيها مشكله، ايه هي المشكله؟ ان هو قال لك هنا عالم كيمياء، لكن في الجمله الاصليه قال لك عالم لغويات. يبقى كده احنا اخترنا رقم ايه اللي صح؟ الموضوع سهل جدا، وانت بتحل سؤال ترجمه هخليك عيل خربوش. اقرا الجمله الاصليه وحاول تترجمها الاول قبل ما تنزل اصلا للاختيارات، وبعدين اقرا الاربع جمل ترجمه عربي ولاحظ الفروق اللي بينهم وادرس الفروق. How can we or you strengthen the connection between sentences in the paragraph؟ ازاي تقوي الرابط بين الجمل في الباراجراف؟ رقم واحد، by using word patterns such as first to second to third. او فعلا انك تكتب جمله وبعدين تكتب second third، انت كده تربط الجمل مع بعضها. by repeating a keyword، انك تكرر كلمه مفتاحيه اساسيه او جمله مفتاحيه او تعمل synonym. او برضو يبقى both A and B كده من اولها. طيب by using synonyms only، انك تستخدم synonyms only. synonyms بس لا، they are playing football now، هم بيلعبوا كوره دلوقتي. الباسيف فويس، يعني ايه باسيف فويس؟ المبني المجهول من الجمله دي. الجمله دي كده في الاكتيف فويس، يعني في مبني للمعلوم. لازم تحفظ كلمه اكتيف يعني معلوم، وباسيف مجهول ان هم بيلعبوا كره القدم الان. الباسيف فويس الجمله دي في المجهول ايه بقى؟ ده مضارع مستمر، يبقى انا عايز ام از ار بينج باست بارتيسيبل، يبقى انا هقول فوتبول از بينج بلايد ناو. طب فوتبول از بي بلايد؟ لا، لان ناو عايز ام از ار اي ان جي. فوتبول از بلايد ناو، ما هو از بلايد دي تلعب. عارف انت لو كتبت دي في الترجمه هتديك معنى صح، ودي تديك معنى نفس المعنى، بس المشكله ان ده مضارع بسيط وازاي جبنا معناه. وفوتبول مفرد ما نقولش ار نقول از. ذا كوما، الكوما دي is useful in sentences when the writer wishes to. الكوما دي مفيده في الجمله لما الكاتب يحاول يعمل ايه؟ يعمل ايتمز مع بعضها. in sentence لا، بنحط نقطه. make order لا، بيستخدم هنا first و second و third وكده. make an exclamation لا، بيستخدم الاكسكلاميشن مارك حضرتك. يبقى انت هتستخدمها لما تيجي تسيبريت a list of items. فاكر انت لما كنت بتقول لي I ate، انا اكلت، وبعدين تروح قايل لي meat كما rice and fish، انت استخدمت دي ديت عشان تعمل لي قائمه الاشياء اللي انت اكلتها، رز وسمك ولحمه وكده. ايه الجمله الصح في دول؟ she said وبعدين كما I want to travel. يبقى الجمله الاولانيه هي اللي صح. ليه؟ بعد she said لازم نعمل كما، وبعدين نعمل علامات التنصيب بتاعه الكلام المباشر ده، وبعدين في اخر الجمله نحط له نقطه، يبقى دي صح. طب ديت ليه غلط؟ لانه عمل لك هنا سيمي كولون. طب دي غلط ليه؟ لرقم دي، لانه سابها لك بحري ما حطش حاجه خالص. طب رقم بي، لانه هنا حط لك كولون، واحنا ما بنستخدمش الكولون في المباشر وغير المباشر، بنستخدم الكاما. باراجراف اي از اتشيفد وين سنتنسز ار اوردرد ان لوجيكال مانر. عايزك تحفظ ورايا الاول، لما تلمح كلمه لوجيكال مانر تروح جاري على كلمه كوهيرنس. يعني ايه كوهيرنس دي بقى؟ دي معناها الاتساق او التناسق بين الكلام. بمعنى انك انت ما تقوليش بعد ما مات ابوها في عام 1999 انتقلت اروى الى القاهره ثم عاشت هناك. كان ابوها يسير في السياره فحدثت له حادثه. ايه بقى الهبل ده؟ انت المفروض تقول لي ان هو الاول كان راكب عربيه وماشي، وبعدين عمل حادثه، بعدها اروى راحت القاهره وعاشت هناك، وهي هناك قابلت واحد معرفش منين كده خطبها واتجوزها. فاهم؟ ده اسمه كوهيرنس. كوهيرنس معناها ان التلاحم او التساق اللي في القصه. يبقى عايزك تحفظ ان كوهيرنس عايزه لوجيكال على طول. What is an essay؟ ايه تعريف الايساي؟ عباره عن مجموعه من الباراجرافات. طب a series of paragraphs about one main idea؟ سلسله من الباراجرافات عن فكره واحده، يبقى هو ده على طول. طيب الثانيه ديت عباره عن ايه؟ a series of sentences، مجموعه من الجمل عن فكره واحده. الجمله، بص، لما يكون في عندك باراجراف وباراجراف وباراجراف يبقى ده اسمه ايساي. طب لما يكون عندك بقى نفس الافكار في باراجراف واحد
دي كده اسمه باراجراف. يبقى انت بقى لما تقول سلسله جمل عن فكره واحده، سلسله جمل يبقى ده باراجراف. طب سلسله باراجرافات يبقى ده مقال. كده خلصنا الامتحان الاولاني. احنا ان شاء الله هنحل كل الامتحانات زي ما احنا شغالين بنفس المنظر كده، وده اللي بنعمله طبعا زي ما انتم شايفين في كتاب المعاصر. الفيديو ممكن يكون طول شويه، ولكن بحاول اطلع لك كل اللي في الامتحان من غير ما اعدي ولا ملحوظه ولا هفوه. اتمنى انك انت كتابك يكون معمول زي كده بالظبط. شفت انا عامل المنظر عامل ازاي؟ شايف عمال العب في الكتاب ازاي؟ اعمل كده. ده طريقه للتفوق، وده طريقه انك انت تقفل اخر السنه. اوعى تكسل وتحط صبعك في بقك وتختار بلاقي زمايلكم حالين حل ينرفز اللي ما يتنرفزش، قال اعمل لي كده. او ناس تانية عامله لي كده عشان شرط عليك. يا عم انت ما تكتب يا عم وتكتب بقلمك زي الناس يا حبيبي عشان تفتكر اخر السنه. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.